السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونون بخير. أنا حسام إبراهيم وياكم، وحلقتي هذا اليوم بالتأكيد راح تكون عن زيدان إقبال اللاعب العراقي بمناسبة مشاركته الأولى مع نادي مانشستر يونايتد في الجولة الآسيوية التحضيرية بالمباراة اللي جمعتها مع ليفربول جماعة محمد صلاح، النادي القوي والرائع. يعني إحنا كنا منتظرين مباراة كلش حلوة تنقل لنا إياها قناة الرابعة الناقل الحصري لهذه المباراة اللي وعدتنا انه نشوفها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وما وفت بوعدها. يلا كل شيء هون لاجل زيدان اقبال ومحمد صلاح وهاني باع المجبري. اشو ما شاء الله الناديين صارين كلهم عرب، وهذا يدل على انه الكره العربيه في تطور. الكره العربيه ان شاء الله بالايام القادمه بالسنين القادمه نشوفها تتطور اكثر واكثر، واحنا نتمنى انه كرتنا العراقيه تتطور ونشوف مو بس زيدان اقبال يلعب ويا مانشستر يونايتد، نشوف هواية لاعبين من الدوري العراقي يتطورون ويروحون إلى دوريات أوروبية، ونشوف لاعبين محترفين أيضا يغيرون أنديتهم ويروحون إلى أندية كبيرة مثل أندية بحجم مانشستر يونايتد وخيرها. فهاي الأمور كلها وهاي الأندية تساهم بالتأكيد بتطوير كرتنا العراقية، وهذا اللي احنا كاتلين نفسنا عليه. بالتأكيد احنا نتابع اللاعبين مالتنا ونشوف تطورهم، عسى ولعل انه هذا التطور يفيد الكرة العراقية ويفيد منتخبنا الوطني. طبعا مثل ما تعرفون زيدان إقبال سحب المدرب الهولندي بالجولة الآسيوية، وكانت أول مباراة له أمام نادي ليفربول، المباراة اللي اشترك من خلالها ب 45 دقيقة. الحمد لله والشكر على زيدان إقبال ويا مانشستر يونايتد انطوه هذه المرة فرصة 45 دقيقة. الحمد لله، يعني يوم ورا يوم دا يثبت انه هذا اللاعب انه دا ياخذ فرصة والمدرب مالته واثق به. ان شاء الله هذه الفرصة ايضا نشوفها بالمنتخب العراقي ونشوفها لاعب يلعب 45 دقيقة ويمكن مباراة كاملة. هذا كله يتوقف على تطور اللاعب اللي انا اشوفه اليوم انه لاعب متطور. ايش سوى زيدان إقبال بهذه 45 دقيقة؟ بصراحة انا كمشاهد ركزت على زيدان إقبال، عجبني بشغلة بهواية شغلات، لكن اللي احب اقوله انه انا شفت هذا اللاعب يعني كأنما لاعب متمرس، كأنما لاعب مو اول مرة يلعب ويا مانشستر يونايتد ويا مدرب جديد. شوف الثقة مالته اللي موجودة، خصوصا انه قاعد يلعب ويا ليفربول، اعتقد انه كانت عنده ثقة جدا كبيرة. انت هنا بس ركز، المباراة كانت عبارة عن الشوط الاول ليفربول نازل اغلبهم لاعبين احتياطيين، المباراة صارت 3-0 وليفربول ما منزل اي احد. اجى الشوط الثاني ليفربول بدأ ينزل اللاعبين الاساسيين مالته، وخلال هذه الفترة زيدان إقبال كان نازل لعب 45 دقيقة. مع هذا بالرغم من وجود اسامي كبيرة بليفربول، تشوف انه زيدان إقبال وقفته حلوة، استلامه للكرة حلو، باصاته، المناولات مالته والثقة اللي موجودة عنده، يعني اعتقد احتفاظ بالكرة انا شفت عنده موجود، يستلم الكرة امام 2 أو 3 لاعبين ممكن انه يراوغ بيهم ويسلم ويستلم الكرة بشكل كلش حلو. خلال احصائية زيدان إقبال اللي لاحظتها، خلينا نشوف شنو هي كانت احصائية زيدان إقبال من خلال هذه ال 45 دقيقة. دقة التمرير كانت عند زيدان إقبال 79%، وهي نسبة جدا جيدة بالنسبة لهذا اللاعب، لأنه مثل ما تعرفون لاعب بعده شاب، ودقة التمرير عنده 79%، أنا أعتبرها شغلة جدا حلوة. الباصات المكتملة هي عبارة عن 21 باص من مجموع 27 باص. 6 باصات مرر الى الامام و7 باصات رجع الى الخلف. تمريرات على اليسار ما كانت عنده، تمريرتين على اليمين، باصات طويلة 2 وباصات قصيرة عبارة عن 25 باص. مجموع لمسات الكرة عنده 33 لمسة خلال هذا الشوط. هذه اغلب احصائيات زيدان إقبال خلال هذه المباراة، اعتقدها احصائيات جيدة بالنسبة لهذا اللاعب، واتمنى اشوف هذا اللاعب ينخرط اكثر بشكل اكثر مع نادي مانشستر يونايتد. واعتقد انه هو من اللاعبين اللي اليوم فرضوا اسلوبهم، يعني اكو هجمه صنعها زيدان إقبال كان قريب من انه زميله يسجل هدف، كانت صناعتها جدا حلوه، عباره عن باص طويل لعب زيدان إقبال بشكل مميز ورائع، لكن المهاجم ضيعها طبعا. كذلك انا شفت انه الباصات مالته اغلبها بشكل حلو يكون، بالاضافه الى بس شوف استلامه للكره، الفنيات اللي يسويها تحسه لاعب متأقلم ويا النادي ولاعب جاي يريد يثبت وجوده مع المدرب الجديد. انا اعتقد اذا استمر زيدان إقبال على هذا المستوى راح نشوف المدرب الهولندي ممكن ينطيه فرصه، ممكن ان نشوفه مع الخط الاول لنادي مانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي، وهذا اللي نتمناه احنا كجماهير عراقيه وجماهير عربيه. على كل يا شباب، هذه الحلقه كانت حلقه مستعجله عن اللاعب زيدان إقبال ومشاركته الاولى مع نادي مانشستر يونايتد بهذا الموسم. اتمنى انه تدعمون هذا اللاعب ونشوفه مستقبلا يمثل وينطو فرصه اكثر للمنتخب العراقي. اشوفكم بخير يا رب، مع السلامه.